الأخ يقول من زمان عن الواح. طيب هذا الواح بارك الله فيك، هذا الواح نشوف الواح، هذه قناة هابطة في الواح، إلى الآن وصل الواح فيها إلى قاع القناة، وقاع القناة كان مفروض يكون عند مستوى قريب 76. الواحة سجل الأدنى 74-80، وشوفوا على طول الآن هو ما زال داخل القناة، يعني في قريب قاع القناة، وارتد ما شاء الله ويتداول حاليا عند 78-60، لكن في عنده دعم مكسور لحد الآن، تحول مقاومة، هذا الدعم هو عند 79-90-80-20. شوف هذا لحد الآن الواحة، عشان تعرف المقاومات دائما عند منطقة 80-79، ما بين 79 و80 ريال. وأما الدعم فما زال هو تقريبا، قلنا ذاك اليوم لا حد يرجع يكسر قاع، اللي يكسر قاع مرة ثانية مشكلة. شوفوا الواحة لو رجع كسر لا قدر الله 75 ريال، لو حطينا الخط عند 75 أو أي 75، 76 75-70، قول 76 أو 75 على النظرية يا أخوي. المهم طبعا لو كسر ال 75 مشكلة، معناه انزلاق في السهم ونكبة يعتبر في السهم. طيب خلونا نستأنس كمان في حاجة تانية، نشوف القنوات عشان نعرف الواحة من شهر أكتوبر من عام 20 أو من عام 2018 باني لنا مسار صاعد. الله أكبر، شوفوا كيف، شوفوا هذا المنظر، 73، هاي بلاش 75 ما دام ما في إغلاق تحت القناة، 73 خط أحمر، 73 خط أحمر. تعالوا نشوف الفيبو كم نسبة التصحيح، اعتبروا نفسكم إنكم في قناة صاعدة في الواحة، أنتوا وصلتوا سقف الدور الثاني، ومن سقف الدور الثاني رجعتوا وأصبحتوا عند منطقة المنتصف في القناة. شوفوا الآن هذا يعتبر هنا دعم الواحة الاستراتيجي. الواحة إذا في من وراه وجع دماغ ونكبة ما يكسر خلال الفترة القادمة سقف القناة وينحرف عن القناة الهابطة، يعني لا يتراجع السهم دون 73 ريال كإغلاقات. لو جينا الآن رسمنا في بوناتشي، شوفوا يا أخوان، تعلموا التحليل يا أخوان، الله يخليكم، عشان تخدموا نفسكم، عشان لو أبو محمود قصر معاكم أو أبو يحيى وما لقيتونا، على الأقل أنتوا عارفين إيش اللي قاعد يصير. هيا شوف سبحان الله، حتى لما رسمنا الفيبوناتشي وجدنا أنه من قاع الموجة الرئيسية التاريخية اللي هي عند مستويات 31، شوفوا كيف لما نضع المعطيات تنكشف الأمور. لما حطيت الفيبو عكست الفيبو من الأدنى إلى الأعلى 97-70 97-70، شوفوا إيش طلع معايا. شوفوا ثلاثة دعوم، كل دعم أهم من الثاني. الدعم الأول قلنا عند 75 يمثل إيش؟ قاع القناة. الدعم الثاني طلع عند قريب الـ73، والـ73 هي سقف القناة المخترق. وطلع عندي الدعم الثالث القريب، إيش هو؟ 72-20-38 فيبو تصحيح. ودائما نعتبر إنه 38 فيبو تصحيح تعتبر تصحيح مثالي لأي موجة، ودائما ما تتكون منها أحيانا بداية انعكاسات وارتدادات مضاربية بعض الأحيان. لو قاد هذا الارتداد إلى اختراق مسار هابط، يعني لو جاك الواحة طلع فتخطى حاجز 90 مستقبلا، يعني بهذا الشكل ممكن يدخل في موجة قد يقودك إلى هدف جديد مستقبلا، وممكن يروح يختبر القناة ويسوي قمة أدنى من قمة ويطيح. لكن لو جاء واخترق مستقبلا، دائما من عند هذه المستويات أنت تعتبرها مناطق جيدة. فدائما نحن نتخيل أنه مستويات الدعم في الواحة دائما تحوم في هذه المناطق ما بين 75 و72، أقسمها في النص تطلع معك 73-73.5، وهي تعتبر مناطق جيدة. الواحة استراتيجيا يا أخوان، هل يعتبر ضمن المألوف ولا ما يعتبر ضمن المألوف؟ يعني لما أقول المألوف يعني أنا حاطط له خريطة وهو الآن ضمن هذه الخريطة، يعني خلاص عارف أنا فين قاعه،
عارف الآن فين مناطق المقاومات حقته الفرعية والرئيسية، فهذا يعتبر ضمن المألوف. كيف يخرج الواحد عن المألوف ويصبح سهم خطير؟ يفترض أني أحمي نفسي وأخاف من عملية انزلاقات كبيرة فيه ممكن تأثر علي، لو كسر هذا المحور من الدعم هنا نقول خرج السهم عن المألوف. واضح الواحة يا راعي الواحة؟ ترى هذا تحليل استراتيجي، أنا ما دخلت في التفاصيل المضاربية. أنا لما أنظر الآن إلى سهم الواحة بهذا الشارت اللي أمامي، أنا مستعد حتى أستخرج المقاومات المهمة على اليوم. يعني اليوم الواحة عند 78-60، لو جيت لو كان الواحة بكرة أخضر، أنا عارف محور المقاومة فيه. محور المقاومة الأول قريب ما بين 79-90 إلى 80-20، يعني يقول نحسمها 80، يعني الواحة لو طلع بكرة ريال ونص هو عند إيش؟ عند مقاومة. تقول لي مقاومة إيش يا أبو محمود؟ أقول لك مقاومة قاع مكسور. في يوم من الأيام الواحة لما طاح من 97-70 كون دعم، دفع السهم فيه من هنا، راح سوى قمة أدنى عند 94-20، لما جاء كسر راح سوى قاع أدنى. الآن لما يجي يقترب من هذا القاع، يتحول هذا القاع المكسور إيش؟ مقاومة. فصارت المقاومة الأولى عندي 80. طيب اتخطاها، أنا إيش كاسر على الفيبو؟ مو كاسر نسبة تصحيح 23 فيبو، وكاسر عندي هنا كمان قاع كان فرعي أعلى من القاع الأول، وحط له خط هنا. فمنطقة الفيبو 82 ومنطقة القاع المكسور 82-80. يعني أنا فين مقاومة الثانية؟ لو شفت الواحة عدت 80-20 بقوة وأبغى أبيع وأدور مقاومة عليها القيمة، أقول ما بين 82 إلى 83 هذا محور المقاومة الثاني. ولا يحتاج أطل في الشارت اليومي، أنا الآن عرفت مقاومات الرئيسية. طيب لو جاء بكرة الواحة باللون الأحمر، على طول عندي 77 على النظرية دعم أول، كسروا، فلنفترض اشتريت كسروا، أروح أشتري ب76.5؟ لا، حطيت رجل نزل الواحة. فين الشروة الثانية؟ ما أشتري إلا عند 75 عشان أعدل الكمية الأولى، تصير الكمية الأولى لو أخذتها ب77 والكمية الثانية نزلت ل75 يطلع علي معدل الكميتين 76. كسر ال75 أطلع؟ لا. أعدل؟ لا. هيا تعال يا أخوي أنا أستناك عند 73، عند 73 يحق لي إني أشتري شروة ثالثة. ليش يا أبو محمود تسوي؟ طب أنت ضامن؟ لا ماني ضامن، بس أنا بأتكلم إني ضمن المألوف. أنا لما أجي أوصل عند 73 وأشتري، فأخلي متوسط يصير ب75 وشوية، أو لو كان ربي وفقني وكان عندي إمكانية وزودت السيولة فكسرت الأفرش تحت، فين وقف خسارتي يصير بكامل الكمية؟ يعني مستحيل أقعد بكل الكميات اللي جمعتها لما يكسر 72. معناه هذا بيقول لي يا ولدي أنت إيش قاعد تسوي؟ تبغى تقعد تجمع لميتة إلين 56؟ هذا يمكن سحبك 61، يمكن وداك عند الترند تحت. فهنا أقول طب، طيب لو كتب الله العكس، أنا اشتريت قلنا ب73 سأل علي ب75 بدأ يطلع الواحة، يا سلام، والله الواحة طالع خلاص قفل يا واد، فين تبيع؟ والله إذا وصل عند 80 أعطيله شوي، وصل 83 أعطيله شوي. طيب اخترق 83، الوعد 90 عند الترند، ولما أقترب من الترند أقول له خذ كل الكمية وجمل الله حالك، سلام عليكم، عليكم السلام. تقول أنت كيف أخذت لعبت فيه من قاع القناة ورحت معاه تدريجيا حتى وصلك مرة تانية سقف القناة، ولو اخترق بعدها الواحة وانت بايع كل الكمية، لكل زمان تحليله. ممكن الواحد بعدين يفكر، بس القناعة طيبة يا اخوان، وبعدين الفرص تروح وتيجي. يعني الواحد كمان يبغى يضم السهم في التبعية، يعتبر سعره غالي، وايش عنده الواحد؟ يعني عنده 80 ريال، عنده 7 ريال، 8 ريال، يعتبر أسعار مضاربية. فالقناعة حلوة، حتى لو راح وصل 100 الله يبارك لي، لا كون أدور فرص في القيعان، ما لاحق فرص في القمم، ما لا يمكن يضحك علي يخترق وآخر الشهر يقفل تحته ويصرف علي، وأكون دخلت مرة تانية أبدأ أفقد أرباحي من جديد. مضبوط الكلام ده؟ هذا تحليل سهم الواحة من زمان ما تكلمنا عليه، والآن أنتوا شفتوا الآن قدام عينكم بشكل استراتيجي تحليل السهم.